السلام عليكم البنات، ان شاء الله اليوم غنقدم لكم واحد الماسك انا مجربه شخصيا، ان شاء الله يعجبكم وفي التناول الجميع وكل شيء. هذاك الشيء اللي عندنا في الدار نقدروا نستعملوه، مي ماسك للتجاعيد كيبيض. صراحه انا مجربه شخصيا وقلت نشاركه معكم البنات، زوين ان شاء الله تستفدوا منه ان شاء الله. هو ديال الخميره ديال العجينه، ديك اللي تنديروا بها الخبز، هكا كتجيبوها ديك اللي تنعجنوا بها الخبز، ماشي الكارمل، مع هذه المعجنه واحد الباكيه كنحلوها كمسه باش ما نطولش عليكم الفيديو. تنحطوها هنا واحد الباكيه كمسه وتنديروها الوش والرقبه وتنخلوها نص ساعه وتنحيدوها. ولا ابخي تندير عليها الموردة البنات، وراكم عارفين الفوائد ديال الموردة، هذا مزيانه للتجاعيد زعما مفيده للبشره البنات. جربوا، انا مجرباه شخصيا. كنشدوا واحد المعلقه هكمسه ديال الماورد، والماورد راه كاع الناس عارفينه وعنده الفوائد على البشره، تيحيد ينظف البشره، تيعطيها واحد المروره تتحسوا براسكم. وغادي ندير واحد المعلقه ديال البابونش، وراكم نتوما عارفين الفوائد ديال البابونش كيبيض. غندير واحد المعلقه ديال البابونش، شاداه وطاحنا لي في هذوك لي في ديال البابونش، وطاحناه انا في الدار هكا طحناه. تندير واحد المعلقه ودايره فواحد القريعه هكا باش نلقاه واجد. وهذا الماسك البنات ننصحكم جربوه، مفيد للبشره وانا تنديرو ما نقدرش نستغنى عليه صراحه البنات. هذا الماسك زوين. ابخي غناخذ واحد المعلقه تاع العسل، والعسل يكون عسل يكون زوين، واخا يكون غير تاع الليمون ولا هذا، المهم يكون عسل طبيعي ما يكونش ديال السكر، يكون يعني واحد المعلقه صغيره تاع العسل. وتنخلطوا هذا الخليط كله مع بعض هكايا مع ديك المعلقه ديال الموارد، تيولي عندنا واحد لاكريم. وطبيعة الحال غنديرو على بشره نظيفه، ضروري تكون البشره نظيفه. وراكم من المره الاولى تشوفوا النتيجه البنات، صراحه يعني انا مجرباه وتيعجبني، بحال واحد كديري كولاجين طبيعي للبشره، تيبا مبيض وتيشد البشره، وصراحه وكتحسي بالفرق من الاستعمال الاول البنات. جربوه، انا شركته معاكم، جربوه. فوالا كنت ديري كمسه الخليط كيكون هكا. هانتوما درت معلقه ديال البابونش، معلقه ديال الموارد، ومعلقه ديال العسل، تيولي واحد الخليط كمسه البنات. تتحطوه على بشره نظيفه وتتخليوه نص ساعه هكا. يومين البنات ديرو بها ديك لابغوس اللي تنديرو بها الماكياج، ديرو واحد الكوش الاول وخلوه تينشف، وعاودوا الكوش الثاني وخلوه 30 مينوت، وراه كتحسوا كيشد لكم البشره ومبيض ومزيان للتجاعيد وكل شيء البنات، وشي حاجه ناتور. جربوها البنات، وملي تغسلوا وشكم عاودوا رشوا عليه الماء ورد يكون في الثلاجه يكون بارد، وتحسوا بالفرق البنات. فوالا بلا ما نطول عليكم، ها هو الماسك ديالنا واجد البنات وزوين وسيو، وانا ديجا مجربه. دابا ان شاء الله غنوجد لكم واحد المعجون ديال السنان طبيعي. انتما البنات دايره فيه الهيل، هذاك الهيل اللي كنديروا به، كنديروا في المطبخ تنديروا به الروز وهذاك الشيء، راه كيشرب بزاف السبعه داك يديروا به الكبسه وهذاك الشيء. ومن طبيعه الحال راكم عارفين القرنفل والفوائد ديالو، وكاع الدونتيسات كيخدموه في هذوك الطبات تاع السنان. ديجا ملي كتدخلي عند شي طبيب ديال السنان كتشمي ريحه القرنفل. فوالا دابا اليوم ان شاء الله ندير لكم واحد الخلطه للسنينات باش يبقاو كيحيد الريحه الكريهه من الفم، تي الصراحه كينظف اللثه ديال الفم، يعني تيعطي واحد الفم واحد البخفة، كتكون زعما كتحسي فمك بخوبخ ميم هذيك الريحه الكريهه كيحيد. انا طاحناه دايره هنا في مونينيكس، انتما البنات شويه ديال الهيل وشويه ديال القرنفل، انا طاحناهم هكا وريحتهم جميله البنات، وعارفين الفوائد ديال القرنفل وديال الهيل وريحتهم زوينه. وانتم بغيتوا على حسب، انا تنخلطوا مع دونتيفريس واحد شويه، بغيتوا تخلطوا مع زيت الزيتون، بغيتوا تخلطوه مع الزيت ديال نواه الكوكو، وديروا شويه ديال دونتيفريس كمصه وتخلطوه
وتتخليو حتى كيكمل وتعاودو تصايبو ليكم واحد اخر. تيعالج اللتة بصراحة وكيخلي واحد الريحة في الفم جميلة، وريحة الهيل ملي كطحنوه ما شاء الله تتولي واحد الريحة جميلة، وتيحيد كاع الريحة الكريهة، كيعالج اللتة، كيبيض السنان. البنات جربوه جربوه، هذا راه فريمون انا كنجربو ما كنقدرش نتسغنى عليه، تنغسل به سنيناتي كيعطي واحد الريحة جميلة في الفم، وميم اللي عنده الريحة كريهة في الفم كتتحيد ما تتبقاش فيه، تبقاو تغسلو بالليل وهكايا في الصباح جوج المرات، تيعالج اللتة وكتحسو بالفرق. معجون طبيعي ديري في واحد الحكيك وتسديه وريحته ما شاء الله البنات كتجنن. جربوها البنات وردوا عليا الخبار. هاد الخليطه تما شاركتهم معاكم، هاد الماسك وهذا ديال دونتيفريس ناتور باش تغسلوا سنيناتكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجيو مع صحاباتكم ومع العائله ديالكم، يعني شي حاجه مفيده. وما تنسونيش باللايك وخلوا لي شي كومونتير زوين وبارطاجيو الفيديو، والله يخليكم ونقول لكم ان شاء الله فرصه سعيده ان شاء الله. تصبحوا على خير.